خلينا نشوف السيول مال اربيل. طبعا هذا مو مجرد يعني مي وسيول وفيضانات وهذا، هذا شيء كبير، شيء يشمل انه اكو تغيير مناخي قادم. السؤال هنا، هل نحن كعراق قادرين على تحمل هذا الشيء؟ هل نحن مستعدين لهذا الشيء؟ هل نحن نمتلك الادوات اللازمه والبنى التحتيه ل مجابهة هذه الأشياء والحالات الجوية اللي هي متقلبة ومتطرفة؟ هذه سيول جارفة ومواسم مطرية، هل العراق بحاجة أو هل العراق يعني عنده القدرة لو بحاجة إلى التطوير؟ إحنا هاي السنوات اللي قادمة وهاي السنة بالذات هي يعني تغيير مناخي. يعني تصور المطر اللي صار البارحة لو مستمر 24 ساعة، شنو كان يصير؟ يعني شنو راح يصير؟ كان ما جيت للقناة أصلا، يعني لو جيت بزورك، لو نسرفن وهذا نكوف وهذا زين. فالسؤال هنا، إحنا نقدر نجابه هذه الأشياء؟ إحنا مستعدين يا أخوان؟ تحذير، مو واجبنا نحذركم، يعني إحنا مو مختصين بهاي الأمور، بس إحنا سلطة رابعة نباوع، نشوف التقارير، اكو تقارير عالميه نرصدها، نجيب الفيديوهات، نجيب الصور ونحكي وياكم. احنا مقبلين على تغيير مناخي، هل انتم مستعدون للكوارث ام لا؟